الوطنية داخل قطاع التربية الوطنية نعود للإضراب وللاحتجاج مرة أخرى، نعود ونحن مرغمون ومكرهون ومتأسفون للعودة للإضراب والاحتجاج مرة أخرى، لأننا تنعرفوا أنه مكاننا الطبيعي هنا هو هي مقرات عملنا هي الأقسام وليس هو الاحتجاج. المكان الطبيعي للأستاذ هو التدريس في القسم وليس هو الشوارع والساحات وما إلى ذلك، إلا أنه للأسف الشديد وبكل أسى وبكل ألم وبكل حزن نعود للإضراب مجددا، لأن وزارة التربية الوطنية عوض أن تتفاعل إيجابا مع التوقف المؤقت للإضراب اللي كان واللي دام أكثر من 3 شهور، وعوض أن تتفاعل إيجابا عبر تسوية الملفات اللي خرجنا من أجلها نهار 5 أكتوبر، وتقوم بالإرجاع بتسوية كل الملفات، اختارت سياسة ولغة الانتقام من المضربين والمضربات، فاختارت توقيف العشرات الأساتذة. اليوم 203 ديال الأساتذة والأستاذات متوقفين على العمل والأجور ديالهم محتجزة، بحال تنعرفوا في هاد الشهور داز رمضان داز عيد الفطر داز الآن على عيد الأضحى، وهاد الأساتذة عندهم أسر عندهم مسؤوليات عندهم وليدات وعندهم طريطات ديال الأبناك. كان المفروض إلا كانت وزارة التربية الوطنية كما تدعي وكما كانت تقوم من قبل بأن حريصة على مصلحة المتعلمين وبأنها بغات تشوف الأساتذة في أحسن حال، كما كانت تقول بأنها الوزارة طبعا بأنها خصنا نكون ولاد اليوم ونكونوا إيجابيين ونتجاوزوا الممارسات السابقة ونديروا النية، الواقع يفند كل ذلك. هاد الشهادة هاد الادعاءات كلها تسقط مع هاد التوقيفات اللي كاينة اليوم، اللي تنشوفوا أن وزارة التربية الوطنية تتلدد في تعذيب الأساتذة والأستاذات عبر توقيفهم وحجز أجور ديالهم، أنها تتلدد في الانتقام من المضربين والمضربات، أنها ترد على ممارسة حق دستوري، ترد بماذا؟ ترد بالتوقيف عن العمل. وبالتالي احنا كفئات مناضلة كمتضررين كشغيلة تعليمية ما علينا إلا خلاص، سيما أن منذ البداية خرجنا وقلنا نحن خرجنا من أجل الكرامة ومن أجل العدالة، والكرامة تبدأ ما يمكنش نسمحوا نفرطوا في زملائنا ونرجعوا. إذا وزارة التربية الوطنية هي اللي عند الكرة وهي من تفرض علينا العودة للإضراب والاحتجاج، ولكن المتعلمين ضاعوا اليوم في هذا النهار من حقهم في التعليم والتعلم في الدراسة، فمن يتحمل المسؤولية هي وزارة التربية الوطنية بهذه الممارسات. وغنقولوا ما دام زملاؤنا موقوفون والأجور ديالهم محتجزة فما علينا احنا إلا نستمر في الإضراب والاحتجاج، وتراه لن يتوقف إلا بإرجاعهم دون قيود أو شروط وبتسوية كل الملفات اللي خرجنا من أجلها نهار 5 أكتوبر. أمل غنام عضو مجلس وطني الأساتذة الثانوي التأهيلي، اليوم حنا كنجسدوا إضراب ووقفة تضامنية كما كتسمعوا في الشعارات، لنقول لا لا لن نتخلى عن الموقوف. هذا الموقوف 202 من الموقوفين كيمثلوا 260 ألف أستاذ اللي خرجوا جسدوا الإضراب بالأمس. الكل كيعرف الأسباب اللي خلات الأساتذة ينجنوا في الإضرابات بدءا من 5 أكتوبر، بل ربما المشاكل اللي تراكمت هذه سنوات هي اللي دفعت الأساتذة وتوجهت النقطة التي أفاضت الكأس اللي هو النظام الأساسي اللي كنا كنتظروا منه وكنترجوا منه الأشياء الكثيرة، ولكن للأسف كان نظام أساسي تراجعي، نقولوها 100,000 مرة كان نظام أساسي تراجعي اللي جهد حتى الحقوق والمكتسبات اللي كانت سابقا، بل أكثر من ذلك بغى حتى يجهد على حقوقنا في التقاعد من خلال الإصلاحات اللي كان كيقوم بها النضال أو اللي يلمح لها النضال فيما يخص الترقيات في الرتب لزاد سنوات في الرتب إلى غيرها من الأشياء الأخيرة. إذا هذا النضال هذا احنا دخلنا له جميع 260 ألف أستاذ أو أكثر من 260 ألف أستاذ، كانوا توقيفات ديال 266 الإحصائيات تقريبا كتقول 566 أستاذ، هذه غير إحصائيات تقريبية ربما العدد كان أكبر من ذلك. هاد الناس توقفوا بشكل بلا ما يكون قانوني، المفروض أن هناك مسطرة قانونية للتوقيف كتب
كتبدا اولا باستفسار هذا الاستاذ ثم يجيب الاستاذ عاد كتجي يعني مستويات اخرى، فكانت توقفات مباشره ومنع الاستاذ بالالتحاق بالقسم. دخلوا من بعد الاستاذات واحد 260 استاذ تقريبا دخلوا بانذارات نقولوا بين قوسين كطرح علامات استفهام وايضا بتوبيخات اللي غتاثر لهم ايضا على الترقيه ديالهم وبالتالي غتاثر لهم على التقاعد ديالهم، ولكن بقاو عندنا في الشارع 202 استاذ عفوا 202 استاذ اللي باقين موجودين في الشارع، باقين 4 شهور وهما ما كيتخلصوش، 4 شهور وهما ما كيتسلموش الاجره ديالهم. الحمد لله كاين تضامن كبير معنوي ومادي مع هاد الاساتذه، ما كاين حتى شي استاذ ولا استاذ واحد في اي اقليم من الاقاليم اللي ما تشدش الخلصه ديالو، حتى الاقاليم اللي كانوا عندها عدد الموقوفين، عدد كبير من الموقوفين اللي كيتجاوز احيانا 20 موقوف، وكانت تكلفه كبيره على الاقليم، كتكلف الجهه او لا كيتكلفوا المجالس الوطنيه. اذا كاينه واحد اللحمه كبيره ما بين الاساتذه، اذا هذا الشق المادي والشق المعنوي لا يطرح مشكله، ولكن هذا الاستاذ هذا خصو يرجع لمقر العمل الاصلي ديالو، خصو يرجع للمكان الطبيعي ديالو اللي هو القسم، وخص هذا الاجحاف يتوقف. باركه علينا من هذه الاجحافات، وباركه علينا من هذه العقليه ديال القمع والعقليه ديال التسلط، هذا الشيء ربما كان في سنوات سابقه. اليوم المغرب كيقطع اشواط كبيره في مجالات كثيره بما فيها مجال حقوق الانسان، وهو كيترأس يعني في محافل دوليه هذا المجال هذا، فلا يعقل اننا كنوصلوا لمراتب عليا في حوايج كثيره، وحتى على مستوى حقوق الانسان كاين واحد التقدم الى الامام، ولكن ملي كنجيو لارض الواقع كنلقاو تراجعات كبيره كتذكرنا في سنوات سابقه. واش حنا اليوم كنرجعوا لسنوات الرصاص؟ واش حنا اليوم في 2024 غادي نرجعوا للاحداث ديال 79 اللي كاين نكل فيها بالاساتذه ودخلوا للسجون؟ اشنو الفرق ما بين الامس دخل استاذ للسجن وتحبسوا وتوقفوا عن العمل، واليوم موقفوا عن العمل؟ اذا ما كاينش واحد الفروقات كثيره. حنا كنقولوا هذا الاستاذ هذا خصو يرجع لمقر العمل ديالو اليوم، وحنا خارجين باش نقولوا لا لهذا يعني الاجحاف، لا لهذا سياسه لي الذراع. الوزاره مطالبه انها تشوف امام الاعيون ديالها مصلحه التلميذ ومصلحه المدرسه العموميه قبل ما تفكر في مصلحه الاستاذ اللي كيحمل واحد على عاتقه واحد المسؤوليه كبيره اللي المفروض الدوله هي اللي مسؤوله عليها. شكرا على المشاهده. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.